حياكم الله من جديد وحيا الله كل من ضم لمتابعة فقرتنا. مشاهدينا تعتاد أجسامنا خلال شهر رمضان على نمط وروتين غذائي معين يختلف التوقيت والنوعية عن الأيام الأخرى، لذلك لابد من العودة تدريجيا إلى النظام القديم بعد شهر رمضان والعيد، حيث أن التغيير المفاجئ والإفراط في تناول الطعام بشكل عشوائي قد يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة. نتعرف على هذه المشاكل وطرق كذلك التغذية السليمة بعد شهر رمضان المبارك والعيد من خلال ضيفتنا الأستاذة شمسة العبدولي، أخصائية التغذية ومدير شعبة الدعم المجتمعي في إدارة التثقيف الصحي. صباح خير وحياك الله معانا وكل عام وانتم بخير. صباح النور، صباحكم خير وسعادة إن شاء الله وإيجابية. الله يسلمك يا رب. الموضوع جميل الصراحة، ويمكن هذا الشيء الكثير من العادات الغذائية الخاطئة أن الواحد يصبح صباح العيد ويأكل ذبيحة. هذا وعنا في الأيام العادية ما يستوي الريوق، يكون عيش ولحم، بس في العيد سبحان الله يستوي عادي. كل شيء يستوي صحيح. نتكلم أستاذة يعني كيف الصائم يبتدي تدريجيا يركز على 3 وجبات، والأفضل أنها كذلك تكون 5 وجبات، يعني وجبة ووجبة خفيفة سناك ووجبة ووجبة خفيفة سناك ولين العشاء. كيف هذا التحول التدريجي كيف لازم يكون؟ أول شيء عندنا أي تغيير في نمط الحياة أو في النظام الغذائي، الناس يكون عندهم في تخوف أو تردد من هالشيء. لو جينا قبل رمضان، يوم أقبلنا على رمضان، بعض الناس كان عندهم تخوف كيف أنا بقدر أصوم هالعدد من الساعات في هالحار مثلا، أو كيف أنا بتعود على هالشيء. عندنا البعض في بداية رمضان كانت عندهم مشاكل مثل الصداع، الإمساك وغيره. بالتعود مع مرور الأيام تعودوا على هالشيء خلال الشهر، شهر رمضان. نفس الشيء الحين يوم بننتقل من رمضان لين الأيام العادية، لازم بعد يكون في تغيير إلى نمط غذائي آخر ويكون صحي. فالتغيير مثل ما ذكرت إنه يكون بالتدريج. مثلا أول يوم العيد أبدأ أنا الصبح بشرب السوائل، أفضل شيء طبعا الماء، ومن بعد ذلك أكل شيء خفيف، ما أبدأ مثل ما ذكرنا العيش واللحم وشي مفاجئ المعدة. ومن بعد ذلك نبدأ ندخل الوجبات الأساسية 3 بالتدريج، اللي هو ريوق وغدا وعشاء، ومن بينهم ضروري يكون في وجبات سناك خفيفة اللي تساعد أن سرعة الإيض تكون منتظمة عنا. كذلك عندنا الكمية والنوعية شيء مهم جدا. عندنا الكمية والنوعية يأثرون على هرمونين، اللي هو الهرمون الأول هرمون الليبتين نقدر نسميه، اللي هو مسؤول عن الشبع. هو هذا الهرمون يرسل إشارات عصبية للمخ أنه خلاص أنا شبعان. فهذا الهرمون الأول، والثاني اللي هو هرمون الجريلين، اللي هو يعمل عكس هذا الهرمون اللي يخلينا نحن نشعر بالجوع. فالكمية والنوعية يأثرون على توازن أو انسجام أو طريقة عمل هالهرمونين نقدر نقول. يعني خلينا نقول نحن لازم نعرف كيف نتعامل اليوم مع هذه الهرمونات الموجودة في أجسامنا، وهلا هلا شوي شوي على أجسامنا وعلى صحتنا. ومثل ما ذكرتي بالتدريج، يعني في كثير من الناس للأسف في رمضان يقولون نحن بناكل شيء خفيف كذا عشان وزننا ينزل، بعدين في العيد عشان ناخذ راحتنا ناكل نحن عشان اللبس. وبعد تعرفين في العيد يعني تكثر العزايم والولايم والأكلات الدسمة والحلويات أهم شيء. فشو الأضرار بالنسبة للأشخاص اللي يتناولون بشكل كبير مثل هذه الأطعمة أو خاصة في العيد من بعد رمضان؟ طبعا مثل ما ذكرتي في رمضان والعيد والزوارات وهالأشياء، طبعا المناسبات أكثر شيء مرتبطة بالسويتات والحلويات، نصيرين زوارة ما شاء الله التقديم كله حلويات وأكل دسم وغيره، ويتفننون يعني حتى طريقة العرض وخلي الواحد انزين. هل الأكل وراء أضرار نحن معظم الناس يعني ما يعرفونها؟ منظمة الصحة العالمية شو توصي؟ أن نحن نقلل بلح ونقلل السكر والدهون. الدهون نسبتها تكون 30% من السعرات الحرارية، 20% للبروتين و 50% للكربوهيدرات. بالنسبة لي ونحاول نخلي الدهون المهدرجة يوصون دوم أن تكون صفر، يعني ما ناخذ منها شيء. الدهون المهدرجة وين تكون موجودة؟ عادة في الشيبس، في بعض يعني أنواع الكاكاو، الحلويات وهالأشياء. ممكن نقرأ من وراء الليبل في الشيبس وهالأشياء، نقدر نقرأ الدهون المهدرجة، نبتعد إذا حصلنا هالشيء.
بالنسبة للسكر المنظمة الصحة العالمية توصي به خلينا نقول 6 ملاعق للمرأة، ملعقة الطعام من السكر، و9 ملاعق للرجل. نحن عندنا الوصفة واحدة ما شاء الله، كوب نوتيلا، 3 أكواب شكر، ونكون تعدلنا الموصى به بمراحل ومراحل. بالنسبة للملح، ملعقة وسط من الملح تكفي. نحن عندنا غير الملح الطعام اللي نضيفه عندنا ملح خفيف الأطعمة مثل بعض الفواكه والخضروات، فنحن ياسين نزيد عن اللي نحن يناسب جسمنا بوايد. فها كل هالأشياء لها أضرار علينا نحن. شو من الأضرار؟ الأمراض المزمنة اللي نحن في الحقيقة بغنى عنها، مثل السكري والسمنة وضغط الدم وغيره. من البداية مثل ما يقولون الوقاية خير من العلاج. من البداية إذا أنا يعني حافظت على نظام غذائي صحي، كلت بتوازن وكلت أكل صحي، أنا باقي نفسي من هالأمراض وإن شاء الله ما بتصيبني يعني. إن شاء الله يا رب. وهذا شيء غريب أستاذة شمسة، يعني اليوم نحن مو أول مرة نصوم، نحن كبار يعني، ليش قاعد كل سنة علامة استفهام كبيرة؟ لا ليش ناكل شيء؟ لا ليش حسيت بعطش؟ ليش راسي عورني؟ ليش وزني زاد؟ فبالتالي اليوم نحن ما قاعد يعني عملية الموازنة في الغذاء اللي نحن ناكله، وعملية حتى اختيار الأنواع الأطعمة اللي نحن ناكلها، خصوصا خلال فترة الصيام اللي هي تكون عند البعض يعني فيها مشقة وتعب، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة. نتكلم عن جانب مهم، الماء وتعويض الجسم، خصوصا خلال الناس اللي ما كانت تشرب يعني قبل رمضان وخلال رمضان ماي كافي. كيف بعد رمضان تبتدي تعوض الجسم عن الخلل في عملية فقدان السوائل؟ عندنا نحن الجسم تقريبا 70% عبارة عن ماي. فالماي ضروري جدا في الكثير من الوظائف عشان تكون منتظمة، في يدخل في الخلايا كذلك، فضروري جدا ان انا احافظ على شرب كميات وافره من الماء خلال اليوم، خاصه ان نحن في جونا الحار ياسيد نفقد وايد من السوائل هاي. كيف يصاب الانسان يوم يعني تنقص السوائل والماء هذا؟ بالجفاف. عندنا اعراض الجفاف عديده، منها الجفاف المبدئي تكون اعراضه بسيطه مثلا صداع، الشعور بالدوران، عندنا العطش، البول يكون عندنا عزكم الله غامج نعم. ومركز. فهاي يعني الاعراض لاول شيء المبدئيه. وفي اعراض يوم يكون جفاف حاد مثل الصدمه، صدمه الجسم والضغط وغيرها المشاكل. فكيف انا اعوض واعوض جسمي وابتعد عن الجفاف؟ ان انا ابدا اشرب كميات وافره من الماء والسوائل. شو هي الكميه؟ طبعا كل شخص عندنا تختلف حاجته من الماء عن الشخص الاخر. في معادله تقول ان كيف نحسب كميتنا من الماء؟ الوزن ضرب خلينا نقول 30 لتر يعطيك كم لتر انت تحتاجين في الماء. بس يعني الموصى به يعني بشكل عام 2 أو 8 أكواب من الماء. وكذلك في اطعمه تحتوي على الماء نحاول نكثر، يعني مو بنكثر منها، نتناولها في الصيف مثل البطيخ، مثل الاناناس والفواكه والخضره بشكل عام. صحيح. خلينا نركز شوي على الاشخاص او الناس اللي زادت وزنها في رمضان، كيف ممكن هم يساهمون في انقاص الوزن؟ كيف ممكن هم يتبعون النظام الغذائي خلينا نقول صحي شوي يساهم في تعزيز صحتهم العامه من بعد ما كلوا اللي هم يبونه في رمضان؟ كلنا من انستغرام برامج الطبخ كل واحد يوع يعني الاغراء الالكتروني. انزين عندنا نحن معادله الانرجي ان لازم مو بلازم يساوي الانرجي اوت، يعني السعرات الحراريه اللي ناكلها تساوي السعرات الحراريه اللي نحن نخرجها على شكل رياضه او غيره. اذا كانت متساويه بيكون وزني خلينا نقول ثابت. اذا السعرات الحراريه اللي انا استخدمها على شكل حركه ورياضه كانت اعلى من السعرات الحراريه اللي انا اكلها، هني بيبدا وزني شوي ينقص. فهذا اللي نحن نبغاه، زياده في الحركه وما نقول قله بس انتظام في الغذاء خلينا نقول. فتنظيم الوجبات 3 وجبات رئيسية مع وجبتين سناك مهم جدا. وجبة الفطور نحاول نخليها نقدمها من بعد صلاة الفجر لين الساعة 9، هنا يكون الجسم في خلينا نقول أعلى معدلات الأيض تكون مرتفعة.
وجبتين سناك مثل ما ذكرت. الصحن فيه صحن الماي بليت يكون مقسم، يبيعونه في الجمعيات كشكل مبدئي اتعود عليه، وعقب بروحي بقدر اقسم صحني. حلو. يكون نصه خضره وفي ربع بروتين وربع كربوهيدرات مع حبه فاكهه، وما ننسى المشتقات الحليب وهالاشياء مثل الروب الاجبان وغيره. واهم شيء حجم الصحن، كل أهم مكان شيء هذا البورشن احسن. نفس الاطفال، هذا اللي يعودون الاطفال اصلا، حتى عملية تقسيم يحطوا له الفواكه على جنب مهمة جدا ومهمة وش اسمه طبقة مو بصينية. استاذ نتكلم عن موضوع كذلك مهم خصوصا مرضى السكري، يعني تنظيم جرعات الانسولين، واللي دائما متعودين على الابر الانسولين او الادوية يعني اللي هي تنظم عمليات السكر، كيف يكون حالهم يعني ما بعد رمضان؟ مستقر او في شيء معين لازم يتبعونه؟ هو عادة إذا سمح له دكتور الخاص أنه يصوم في رمضان، فبعد رمضان ضروري، لأن الأنسولين على حسب كل واحد غير عن الثاني، في جرعات معينة، في ناس يأخذونه قبل الأكل، في ناس بعد الأكل، في أنواع كذلك معينة، فالأفضل أنه يروح يراجع طبيبه بعد رمضان كذلك، ويستشيره كيف يرجع يأخذ هالأنسولين، شو هل يرد نفس قبل أو بيكون في تغيير وغيره. جميل. بالنسبة للأشخاص اللي تعودوا في رمضان أنهم يشربون العصائر، وتعرفين العصائر خاصة إذا ما كانت طازجة تكون فيها كميات كبيرة من السكر، فمن بعد رمضان ومن بعد العيد يستبدلون هذه العصائر بالقهوة خلينا نقول أو المنبهات. فنتكلم شوي عن أضرار القهوة، أضرار الكافيين بشكل كبير، خاصة من بعد السكريات اللي نحن تناولناها أو تناولوها في رمضان. أول شيء أنا ما بتكلم عن فوائد القهوة قبل أضرار القهوة. القهوة أساساً يعني مفيدة جداً، هي تكون أول شيء حبوبها خضرة، يعني حبوبها اللي يستخلصونها من الشجرة، ولكن لأنها طعمها وايد مر خلوها تمر بمراحل مثل التحمية صغيرة والإضافات وهالأشياء. عندنا القهوة السوداء، هاي هي القهوة المفيدة، فيها مضادات أكسدة واللي تقينا من أمراض مثل مرض السرطان وغيره. كذلك هي مفيدة للذاكرة قصيرة وبعيدة المدى، فهاي فوائد القهوة. لكن الناس يكون عندهم شيء صحي يجلبونه غير صحي، مثل اللي نشوفه الحين يضيفون للقهوة كراميل، كريم، وكاكاو وغيره، فهني تنجلب عندي القهوة صح الى يعني خيار غير صحي يعني. بلا شك يعني تكون فيها وايد سعرات حراريه. يعطيك الصحه والعافيه استاذه شمسه، نحن شاكرين لك تواجدت معنا اليوم في استديو صباح الشارقه، شكرا لك. الله يعافيك. الله يسلمك ويعافيك. اذا مشاهدينا كل الشكر والتقدير للاستاذه شمسه العبدولي، اخصائيه تغذيه ومدير شعبه الدعم المجتمعي في اداره التثقيف الصحي، على هذه المعلومات القيمه والمفيده. كانت هذه نهايه فقراتنا وحلقتنا لهذا الصباح، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده ومواضيع بعد جديده. تقبل تحياتي من طاقم العمل ومع السلامه. يوم جميل، أتمنى لكم وبرفقة الأحبة، نراكم غدا، مع السلامة.